بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة أبنائي الطلاب. هذا الموضوع اليوم هو Chapter 5 اللي هو Classification and Identification of Bacteria، يعني تصنيف وتشخيص البكتيريا. الحقيقة تصنيف البكتيريا ما راح يفيدنا بشيء يغنينا بشغلات العملية اللي نحتاج عندنا، بالنسبة لكم تحتاجون إلى أشياء عملية، لكن ايضا ممكن ان مر مره خفيفه، يعني وجهه خفيفه على الكلاسيكيشن. الحقيقه الكلاسيكيشن تصنيف البكتيريا راح يسبب لي او يحتاج يكون على مشكله كبيره. هذه بالنسبه للبكتيريولوجي، عندنا البكتيريا كلاسيكيشن بريزنت، توجد البكتيريا كلاسيكيشن توجد توجد سبيشال بروبلم، اكو صفه يعني special problem اللي هي مشاكل خاصة، وتحتاج a number of criteria have been employed to group them، يعني نحتاج إلى بعض المعايير أو نحتاج معايير معينة تجهزها حتى نجمع البكتيريا تكون على شكل مجاميع. من هذه المعايير عندنا أولا عندنا energy source، مصدر الطاقة، مثل ما ذكرناه قبل فترة، إما يكون أوتوتروفيك أو هيتروتروفيك أو تكون كيموتروفيك أو ثير أو فوتو، يعني هاي الأشياء المصطلحات اللي أخذناها سابقا هاي تكون بالنسبة لي مصدر الطاقة. النيوتريشنال ريكوايرمنت، احتياجات المطلبات الغذائية، أيضا تحتاج إلى مطلبات غذائية معينة بتصرف من بكتيريا إلى أخرى. عندنا النقطة الثالثة اللي هي ability to grow in living tissue، مدى قابليتها على النمو داخل الأنسجة الحية، هذه اللي هي الباثوجينيك البكتيريا المرضية، أو قد تكون سابروبايتك يعني رمية، قد تكون رمية البكتيريا، رمية هي غير مرضية لكن ولا تصل على التنمو في الأنسجة الحية، تحتاج إلى تعمل ديكاينج، يعني عملية تحطيم أو ديكاينج، يعني استخدام المواد العضوية ما نسميه تفكيك المواد العضوية أو تفسيخ المواد العضوية إلى المواد البسيطة الأولية، أو تكون بارسات طبيعية. تحتاج أيضا قسم منها تمبرتشر، حسب التمبرتشر ممكن نصنف البكتيريا إما تكون ميزوفيليك أو ثيرموفيليك أو تكون ساكروفيليك، إما تكون محبة للبرودة أو محبة للحرارة المعتدلة أو محبة للحرارة العالية. عندنا هاي من ناحية التمبرتشر. الأكسجين أيضا يكون احتياجات للأكسجين، ممكن نصنف البكتيريا إلى مجاميع، إما تكون ايروبيك أو يكون انيروبيك، انيروبيك قد تكون فاكولتيتيف اختيارية أو تكون أوبليجيت انيروبيك، لا هو أي إجبارية، وهكذا هي تصنيف البكتيريا. إحنا يكفينا هاي الشغلات البسيطة عن طريق تصنيف، نروح إلى الصفحة اللي بعدها مباشرة اللي هي الأيدنتيفيكيشن أو بكتيريا. Identification of bacteria يعني تشخيص البكتيريا. طبعا for the identification of organism we proceed as under، يعني حتى نشخص البكتيريا نحتاج إلى ما يلي. أولا دراسة الموتيليتي، حركة البكتيريا، حركة البكتيريا هي متحركة أو غير متحركة، تحتاج يعني أو تمتلك الفلاجيولا أم لا تمتلك. النقطة الثانية والمهمة أيضا عندنا الستيرنج بعد الموتيليتي، اول شيء قبل الموتيليتي ناخذ الميكروسكوبيك اكزامينيشن، يعني عمليه الفحص تحت الميكروسكوب، نعمل نسحب الفحص تحت الميكروسكوب ونلاحظ البكتيريا. النقطه الثانيه اللي هي الموتيليتي، والثالثه الستيرنج. الستيرنج بالحقيقه ترتبط مع النقطه الاولى، مع الفقره الاولى اللي هي الميكروسكوبيك اكزامينيشن، واضح؟ مع الفحص المختبري، فحص الميكروسكوبي، فنحتاج إلى البكتيريا عديمة اللون، وراح تبين شفافة، وراح تبين نصبرة، بيش نصبرة؟ نصبرة بجرام ستين، جين نيلسون، ألبرت ستين، جمزة ستين، أكو صبغات عديدة كثيرة نصبرة، كل وحدة، كل صبغة من هاي الصبغات تحتاج إلى طريقة بروسيجر خاصة بها، وهذه راح نطبق لها العملي بشكل مفصل. يعني جرام ستين انتم مروا عليكم سابقا، ناخذ مثلي بلو ثم بعد ذلك نضيف الايودين، لوغول الايودين اللي المحلول الثاني المركب الثاني، وثالثا نضيف الكحول او الاسيتون، واخيرا نضيف السفرانين ون يعني ننشف الاسبان ونفحصه.
عندنا الكلتشر كاركترز ايضا صفات المزرعيه واضح. بناية الصفات اكدنا عليها بالمختبر راح ناخذها اما سمبل او كومبلكس ستيت. بعدين من ناحيه الكلتشر كاركترز الصفات المزرعيه ايضا ممكن ان نلاحظ المزرعه من نزرعها على الاوساط الغذائيه مختلفه، نلاحظ شكل المزرعه المستعمره الكولوني شكله هل يكون دائري الدائريه منتظمه الدائره او حافه او تكون على شكل مسننه او مقببه او هاي الصفات كذا. الرائحه ايضا ممكن نستعمل رائحه مالتها قسم منها تصير رائحه السمك، تصير قسم منها رائحه الماده الارضيه محروقه حسب نوع البكتيريا، كل بكتيريا لها صفات معينه. هذه كلها ممكن ان تقربنا الى تشخيص البكتيريا الحقيقه. وعندنا ايضا البايوكيميكال رياكشن، هذه مهمه البايوكيميكال رياكشن مهمه اللي هي النقطه الثانيه الفيرمنتيشن شوغر. فيرمنتيشن شوغر احنا تخمير السكريات، البكتيريا تخمر سكريات، قسم منها تخمر كلوكوز، قسم منها تخمر لاكتوز، قسم منها تخمر ماليتول، كل انواع السكريات حسب نوع البكتيريا تخميرها كل واحده منها ممكن نختبرها ونعرف هاي البكتيريا ايش تسوي. وبعد تجي من البايوكيميكال رياكشن المهمه الاخرى اللي هي الاندول، الاندول مثل الريد والبوكس بركاور والسوديوم سيتيت او السيتيت، هذه الكلمات الاربعه نختصرها باربع حروف، اندول اي كابتل اي، والمثير ريد كابتل ام، وخلي يما كابتل ايش بوكس كابتل في في بوكس بركاور، وخلي بعدها كابتل سي صوديوم سيتيت، فيصير كلمه امبك. امبك ما هي هاي المفتاح تشخيص البكتيريا، مفتاح تشخيص البكتيريا. كل بكتيريا لها تفاعلات خاصة بها، راح ناخذها بشكل مفصل. ناخذ مثلا الاندول برودكشن، هل البكتيريا لها قابلية على إنتاج الاندول؟ شو نعرف لها قابلية على إنتاج الاندول؟ This test demonstrated production of indole from tryptophan، إذا يعتمد على يحدد هذا إنتاج الإيش؟ الاندول من التريبتوفان. واضح هذي؟ من مركب التريبتوفان. This tryptophan is present in Pepton water. إذا الوسط الغذائي اللي نستعمله نزرع على البكتيريا هو Pepton water. نزرع عشق بداخله اكو عندنا التريبتوفان. من ضمن مكونات هذا الوسط من Pepton water اكو التريبتوفان. إذا كان لها القدرة البكتيريا على استخدام التريبتوفان راح تعطيني positive. إذا ما لها القدرة راح تعطيني نيجاتيف. فشو نكشف عليه؟ نخلي كوفاكس ريجنت اللي هو نصف بيل من مركب الكوفاكس ريجنت موجود داخل المختبرات، هذا المحلول نضيفه الى الوسط بعد ما ننمي البكتيريا لمده 24 ساعه، نضيف عليه قطره اللي هي نصف بيل تقريبا من الكوفاكس، تتكون عندنا حلقه حمراء. اذا تكونت ريد كلر حلقه حمراء فدليل على انه اختبار بوزيتيف. نكتب يم الاي نكتب كلمة زائد. من مثير ريد ايضا الفقرة الثانية اللي بعدها مثال ريد اللي هي اختبار الاختبار مثيل الاحمر. It is ايضا نفس الشيء to detect the production of acid during fermentation of glucose and maintenance of pH below 4.5. واضح من هذا الكلام انه هذه قدره البكتيريا اذا كان لها قدره على استخدام الجلوكوز وراح تخمر يعني الجلوكوز وتجعلنا منه نتيجه التخمير هي حامض، الحامض مالته يكون البي اتش مالته 4.5. فايضا هذا is taken and if you drop off 0.04% مثال ريد من ايش ناخذ من عده قطرات يعني قطرات قليله من تركيز 4% من مثال ريد، هذه مثال ريد نضيفه على الوسط، وسط اللي هو سائل بير الجلوكوز النامي بير البكتيريا بعد 24 ساعة. إذا كان عندنا ريد كلر هو يكون بوزيتيف، وإذا بقى لون الوسط أصفر فهو نيجاتيف. وهكذا بالنسبة للبوكس برسكور أيضا نفس الحالة، ديبيند أون برودكشن أوف أسيتايل ميثايل كربونيت، هذه تعتمد على إنتاج الأسيتايل ميثايل كربونيت وفروم بايروبيك أسيد. إذا البايروبيك أسيد راح ينتج عندنا أسيتايل ميثايل كربونيت خلال 48 ساعة من نمو البكتيريا على كلوكوز وسبيت، أيضا الوسط مالتنا هو كلوكوز وسبيت سائل، وسط سائل بين الكلوكوز وسبيت. استيكن تو إيت أدد وي أدد 40%
كي او اتش اذا نضيف الكي او اتش تركيز 40% بون فوليوم اند 3 فوليوم وحجم واحد وثلاث احجام من الالبانيسات نضيف ديب بينك كلر اذا تكون عنده ديب بينك كلر لون وردي غامق بحدود دقيقتين يعني 2 إلى 2.5 دقيقة أو 2 إلى 5 دقائق تكون عندنا ديب إنتو ماجنتا أور يعني أول ما يتكون يتكون عندنا لون وردي بعدين قد تمضي الوقت عليه الفترة يصير أعمق أعمق إلى أن يصير لونه تقريبا قرمزي يتحول لون قرمزي هذا دليل أنه بوزيتيف لا القابلية على إنتاج الأستيتال كربونات مثل ما ذكرنا مثال كربونايل من البارابيك أسيد الصوديوم ستريت أو ستريت يوتلايزيشن قسم البكتيريا له القدرة على إنتاج الكربون من الستريت هذه بعض أنواع البكتيريا طبعا هناك تعاكم وسط السولي الليكويد ميديا بالبداية طبعا الليكويد ميديا احنا بداخل المستشفيات داخل مختبرات نستعمل السوليد ميديا الوسط الغذائي الصلب اللي يحتوي على الصوديوم ستريت ونلاحظ البكتيريا لها القدرة على استخدام هذا الصوديوم ستريت حتى يكون الكربون لا يتحول لونه من الأخضر إلى الأزرق وهكذا يتغير لون الوسط الغذائي بالدليل على وجود هذا عندنا بعد ممكن ندرس النيتريت ريدكشن اختزال النيترات ويوريز تيست إنتاج اليوريز وكثير من الاختبارات الأخرى الهيدروجين وغيرها كلها شغلت بالحقيقة هو شغلكم أنتم كتخصصات أنت تأخذ العينة أنون تجيك عينة أنون مغمر مغمر تجي تجي عليها الفحوصات كلها وتخلي النتائج مالتك على الفحوصات تخليها أكو جدول عالمي موجود كل أنواع البكتيريا وكل التفاعلات مالتك تجي تجيب الورقة مالتك اللي سجلت عليها الاختبارات تقارنها مع الاختبارات العالمية هاي الموجودة العالمية فيطلع عندك يا بكتيريا تنطبق عليها يا بكتيريا بدل تقول ستافس أو سيديرتو أو إيكولاي أو نايسيرا أو غيره تطلع عندك البكتيريا اسم البكتيريا يطلع عندك بهالحالة هذا وصلت إلى التشخيص المضبوط هذا هو شغلكم خلال عام كلته خلال سنة كلته راح يعتمد على هذا الشغل شلون أشخص البكتيريا أكو اختبارات أخرى هذه ياخذها عندنا تشابتر 6 حتى نستمر احنا تشابتر 6 ستيريلايزيشن أند ديسانفكشن اللي هي التعقيم والتطهير التعقيم والتطهير بالحقيقة هل المصطلحين عند تعريف التعقيم التعقيم هو القضاء على معظم الميكروبات يعني كل الميكروبات الموجودة في المادة اللي تريد تعقمها سواء كانت حضرية أو إسبسبورات يعني باثوجينك أو باثوجينك كل البكتيريا مدخلية وتكلية على درجة حرارة عالية جدا وعلى ضغط عالي راح تقتل كل أنواع البكتيريا كل الحياة تقتل حتى الإسبورات هذه بالنسبة للتعقيم فمصطلح التعقيم Article are grateful of all microorganisms. واضح؟ either invisitative or sporistic مثل ما ذكرت هي عملية لقضاء على جميع الكائنات المجرية. Disinfection المصطلح الثاني التصير it is a process of destruction of pathogenic organism capable of giving هي عملية تحطيم الميكروبات اللي لها القابلية القدرة على إحداث المرض فقط الميكروبات المرضية واضح شلون يعني حد يقول فرق شلون هذه بس البكتيريا نختار بس المرضية لو نختار لو كل الميكروبات الحقيقة أعطيك مثال بسيط واحد يطلع عنده فتقيح تقيح بيده سطح يده خلي يده بطن تكليف أو خلي بطن أوبن حتى تشعر تحرك مستحيل حتى يقلع على هذه البكتيريا شكوا هنا بالمنطقة منطقة الأسس موجود بكتيريا مرضية فأنت بهالحالة بتخلي الديتول أو الفيريت أو الأنتيسيبتيك المطهرات بتخليها راح تقضي على البكتيريا المرضية الموجودة بهالمنطقة ما تقضي على كل البكتيريا النورم فلورا على جسمك واضح بس تقضي هاي المنطقة لوكالي ولهذا يكون تطهير هذا نسميه التطهير واضح ولا أنتيسيبتيك اللي قلناها قبل شوية it means prevention of infection هي منع ووقاية من الإصابات من البكتيريا الممرضة by inhibiting growth of bacteria نعمل على تثبيط للبكتيريا اللي سببنا الأمراض هي عبارة عن وقاية أكو عندنا مصطلحين آخرين أخذناها قبل فترة اللي هي البكتيريا الستاتيك agent هذه استعمل البكتيريا الستاتيك they are those which are able to kill bacteria هي تلك العوامل التي تقدر على قتل جميع أنواع البكتيريا
اللي هي البكتيريا الشاخصة قتل البكتيريا. البكتيريا ستاتيك ايجنت هي البكتيريا اللي تعمل على ايش؟ بريفنت مالتيبليكيشن، تعمل على تخبيط، واضح؟ الايش؟ تمنع متضاعف، تضاعف الخلية البكتيريا. البكتيريا اذا منع تضاعفها راح تؤدي الى يعني تبطل عملية الامراضية مالتها. من تضاعف تصير البكتيريا واحدة، تصير اثنين، تصير 10، تصير 100، تصير 1000، راح تسبب المرض، لكن من توقف عملية التضاعف مالته. فإذا مصطلح البكتيريا الساتيك أو هو عبارة عن إيقاف، إيقاف التضاعف للبكتيريا، وحتى لو تبقى حية البكتيريا بدل القتال ما راح يصير تأثر. عندنا العوامل اللي هي الـ various agents، عوامل مختلفة تستخدم للتعقيم، اللي هي الفيزيكال من الكيميكال، يعني معروفة هذه. عوامل فيزيائية، عوامل كيميائية، مطهرات وصوابين وغيرها، أنتسيت مطهرات وغيرها، تستخدم بالكحول والديتول وغيرها. هاي بالعملية راح نظرف بشكل أكثر. ولحد الآن انتهت هذه المحاضرة، واللي أرجو منكم تحضروها بشكل جيد. سألوني إذا عندكم أي سؤال استفسار حمله.